هذه هي مقدمة الجزء الثاني من شرح كتاب السماح بالرحيل، واللي فيه راح نتكلم عن الآلية التطبيقية، آلية السماح بالرحيل. الجزء الثاني من شرح كتاب السماح بالرحيل للمؤلف ديفيد هاوكنز في هذا الفيديو. قهوتك خلها جاهزة أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وفكرة القناة أني راح أقرأ وأشرح لك الكتاب اللي أنا قرأته، فإذا عجبتك فكرة القناة شرفني باشتراكك. طيب يا ناصر، كيف نسمح للمشاعر بالرحيل؟ راح أعلمك، بس دقيقة، لازم أشرح لك هذا المفهوم البسيط وبعدها أعلمك آلية السماح بالرحيل بمنتهى البساطة. حط في بالك تراها بسيطة، طريقة جدا بسيطة ولكنها ليست سهلة. هاوكنز مؤلف هذا الكتاب عنده مقياس للمشاعر اسمه مقياس الوعي لهاوكنز، أو مقياس المشاعر لهاوكنز. هذا المقياس فيه عدة مشاعر، نبدأ صعودا بالعار، ثم الذنب، ثم اللامبالاة، بعد كذا يأتي الأسى أو الحزن، وبعد كذا الخوف. قبل لا نكمل، هذه المشاعر هي في منطقة اسمها منطقة المشاعر السلبية، بعد كذا نروح لمنطقة المشاعر الانتقالية اللي لا هي إيجابية ولا هي سلبية، غالبا تكون منطقة ردود الفعل. فبعد الخوف تأتي الرغبة، ومن ثم الغضب، بعدين الكبرياء، بعد الكبرياء تأتي الشجاعة، ومن ثم الحياد. تنتهي المنطقة الانتقالية اللي في النص، وبعد كذا نبدأ في منطقة المشاعر الإيجابية. فبعد الحياد يجي الاستعداد، وبعد الاستعداد التقبل والتسليم، بعدين مرحلة العقل أو الحكمة، بعدين الحب، بعدين البهجة، ومن ثم السلام، وتنتهي آخر مرحلة بمرحلة التنوير. أصدقائنا الروحانيين يموتون في الأشياء هذه. إحنا نبغى نوصل للسلام، شكرا، أو الحب، يلا البهجة ما يخالف، أهم شيء يكون وصلنا إلى منطقة المشاعر الإيجابية، هذه هي الغاية. قال لك هذا السلم هو السلم التراكمي للمشاعر، واسمع الكلام الخطير جدا. قال لك على سبيل المثال، وهذا والله منظور أول مرة يمر علي من ناحية المشاعر على الإطلاق، قال لك أحيانا مثلا تكون خايف من أنك تفقد شخص عزيز جدا عليك أو أنت تحبه. يقول لك مشاعر الخوف هذه ليست هي المشاعر الوحيدة المتراكمة، لا، فيه تحت المشاعر هذه مشاعر. فعلى سبيل المثال، إذا واجهت مشاعر الخوف، مشاعر خوفك من أنك تفقد هذا الإنسان اللي أنت تحبه، بعد ما تفكر في الموضوع وتعيش هذه المشاعر فعلا وتستسلم لها وتسمح لها بالرحيل، خلاص تبدأ تسلم أنه أوكي فقدت هذا الإنسان، تدخل في المشاعر اللي تحتها، مشاعر الحزن، تبدأ تحزن على فقد هذا الإنسان. لاحظ، أنت يمكن للحين ما فقدته، لكن قاعد تتخلص من هذه المشاعر، تسمح لها بالرحيل. فيقول لك بعد ما تواجه مشاعر الخوف وتنتهي وتروح، تبدأ تواجه مشاعر الحزن، حزين على فقد هذا الإنسان اللي أنت متعلق فيه. وبعد ما تعيش مشاعر الحزن ولمدة من الزمن، طبعا ما راح تخلصها في يوم وليلة، وبعد ما تتخلص منها تدخل في مشاعر ثانية، مشاعر الغضب، تغضب على المسببات اللي خلتك توصل لمرحلة أنك تتعلق فيه أو تتخلص منه. أتكلم عن الشخص يعني، ممكن ما تنتقل لمشاعر غضب، ممكن تنتقل لمشاعر الشجاعة، وتبدأ تتخلص من مشاعر التعلق وبمنتهى الشجاعة، تقول أنا محتاجة، أنا أقدر أعيش وكمل حياتي بدون هذا الشخص. بعد مشاعر السعادة يمكن تروح إلى مشاعر الحياد أو الاستعداد، مو شرط أنك تنتقل بها تدريجيا أو بترتيب معين، لا، لكن الشاهد أنك كل ما تتخلص من هذه المشاعر تنتقل لمشاعر أعلى وأرقى فيها في المرتبة. فبعد الشجاعة ممكن تجي إلى مشاعر الاستعداد، أنا مستعد الآن أني فعلا أتخلص من هذا الشخص، ما راح تتخلص منه، ولكن لو حصل في يوم من الأيام أنك فقدت هذا الشخص بأي شكل من الأشكال راح تكون أنت مستعد. بعد مشاعر الاستعداد تجيك التسليم والتقبل، تتقبل هذا الأمر، وبعد كذا ممكن تنتقل إلى مشاعر الحكمة والعقل، أو إلى مشاعر البهجة والحب، وممكن حتى السلام. هذه العملية اللي صارت يا صديقي العسل هي من أصدق الأشياء اللي قرأتها في هذا الكتاب، هي فعلا مشاعر متراكمة ومشاعر متداخلة مثل قشور، كل ما تتخلص من طبقة تدخل في اللي بعدها، والعملية هذه تحتاج إلى وقت. ما في أحد يتخلص من مشاعره السلبية أو من أي مشاعر في يوم وليلة، والآن أقدر أقول لك وش هي الوسيلة البسيطة للسماح بهذه المشاعر بالرحيل. شوف، ديفيد هاوكنز هو أول شخص قال أن الطريقة بسيطة جدا ولكنها ليست سهلة، وكل شخص تكلم عن هذا الكتاب قال نفس الكلام، الطريقة تسمعها بسيطة جدا لكن تطبيقها صعب. طبعا تختلف الصعوبة نسبيا من شخص لشخص وعلى حسب المشاعر برضو، لكن الشاهد بمنتهى البساطة، شوف بمنتهى البساطة، في طرق كثيرة جدا للتخلص من مشاعر السلبية، لكن الطريقة اللي تكلم عنها ديفيد هاوكنز في جزئية آلية السماح بالرحيل تقدر ترجع لها، لأنك ممكن في الإنترنت تسمع طرق عجب العجب، عجائب وغرائب، ما أبغى أنتقد ولا أبغى أتطرق لها، راح أتكلم عن آلية السماح بالرحيل اللي ذكرها ديفيد هاوكنز في بداية الكتاب بالمارية الفصل الأول. قال لك
السماح بالرحيل بمنتهى البساطة هي أنك لما تجيك مشاعر لا تحاول أبداً أنك تتهرب منها أو تقمعها أو تكبتها أو حتى تحاول أنك تفسرها تفسير منطقي، لا تقاومها، عش المشاعر كما هي بالضبط. حزنت؟ عش مشاعر الحزن تماماً، استسلم لها تماماً، لا تحاول تقاومها بأي شكل من الأشكال، حتى أنه يقول لك فك جميع الارتباطات المنطقية بهذه المشاعر. يعني على سبيل المثال، فقدت شخص عزيز عليك، حزنت، دخلت في مشاعر الحزن، احزن بدون ما تفكر بفقدك هذا الإنسان، عش مشاعر الحزن مجردة. تبغى تصيح؟ صح. تبغى تكتب وتفضفض؟ اكتب وفضفض. عش مشاعر الحزن تماما. بعد مدة من الزمن، قد تكون يوم يومين، قد تكون أسبوع أسبوعين، ممكن أشهر، ممكن سنوات، راح تبدأ تتخلص من هذا الحزن تدريجيا إلى أن ينتهي. وخلني أعطيك مثال واقعي أكيد قد مر عليك. أحياناً وفاة شخص معين تكون محزنة جداً لك في فترة من الزمن في بدايات، وكل ما تذكرت هذا الشخص تبدأ تحزن، وكل ما تحزن يخف الحزن عن المرة اللي قبلها. هذه العملية اللي قاعدة تصير هي السماح بهذه المشاعر أن ترحل. تلقاك بعد فترة تتذكر هذا الميت تحزن عليه، ولكن حزن خفيف جداً، الحزن الطبيعي، وبرضه تعيشه في وقته عشان ما يتراكم. الطريقة بمنتهى البساطة، اختلي بنفسك، حدد مدة معينة في يومك أو شبه يومي أو أسبوعي اللي أنت تبغاه، 10 دقائق، ربع ساعة، ساعة، الوقت اللي انت تقدر عليه، اختلي في هذا الوقت بنفسك، وابتعد عن جميع انواع المقاطعات، جوال، قفل الجوال، ما في ازعاج، ما في اصوات، هدوء ومنتهى الهدوء تماما، حتى هد الانوار، وابحث عن المشاعر المتراكمة اللي موجودة فيك. ممكن تطلع معاك مشاعر خوف، خوف من موضوع معين، لنفرض مثلا على مثالنا انك خايف تفقد شخص انت تحبه او عزيز عليك. وجدت هذه المشاعر، يقول لك ديفيد هاوكنز، تعرف عليها، اعرف وش هي، هل هي مشاعر خوف او غضب او توتر او قلق، حدد وش نوع المشاعر دي، تعرف عليها واعترف بها، اعترف بانه موجود فيك مشاعر خوف متراكمة واللي يثيرها هذا الحدث، اني افقد فلان مثلا. من في مشاعر خوف ازاءه، وفي مشاعر